وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذة هند الضاوي الكاتبة الصحفية. أستاذة هند، بعد التحية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات تحمل في هذا التوقيت عدة رسائل إقليمية وعالمية، هل لك أن تطلعينا على تلك الرسائل الهامة؟ بعد التحية لك العزيز يوسف وللمشاهدين، بالطبع يعني الزيارة جاءت في توقيت غاية الحساسية، حيث تتعرض منطقة الخليج والمنطقة العربية لتحديات جديدة تغير قواعد الاشتباك المتعارف عليها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي كان من المهم أن ترسل مصر الرسائل بأنها حاضرة في كافة دوائر الأمن القومي العربي في شمال إفريقيا، في منطقة الخليج، في منطقة الشام، وهذا ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، بالإضافة أيضا إلى أن الزيارة جاءت قبل القمة العربية، ومن المفترض أن تكون القمة العربية القادمة مختلفة عما سبقها، لأن هناك الكثير من التحديات التي فرضت ضغطة في منطقة الشرق الأوسط، منها الانسحاب الأمريكي الجزئي، منها تركيز القوى الأوروبية لمنطقة أو في منطقة بين المحيطين، وبالتالي على الدول العربية وعلى رأسها مصر طبعا سد الثغرات التي يمكن أن يتخلل منها مرة أخرى الإرهاب والتحديات نفسها التي كانت في عام 2011. نعم، يعني هناك شراكة مميزة في كل المجالات، يعني جمعت الدولتين ولا سيما في السنوات الأخيرة، ملامح تلك الشراكة أستاذة هند؟ الشراكة كانت شاملة، بمعنى أنها كانت تسير في المسار السياسي، ووجدنا أن مصر والإمارات تحديدا في كافة الملفات الإقليمية منذ عام 2014 لديها موقف موحد بين الدولتين في كافة القضايا، بالإضافة أيضا إلى أن العلاقة الاقتصادية مختلفة، الإمارات من أهم الدول المستثمرة في مصر، بالإضافة أيضا إلى أن العمالة المصرية من أفضل العمالات الموجودة في الإمارات، وهناك مشاريع مشتركة بشكل كبير، بالإضافة أيضا إلى التنسيق العسكري، وجدنا أن الشيخ محمد بن زايد ولي العهد كان دائما حاضر في كافة المناورات العسكرية المصرية ومعارض السلاح وغيرها، ما يحمل دلالة بأن التنسيق بين الدولتين العربيتين مكتمل الأركان في كافة المراحل والمناحي، بالإضافة أيضا إلى نقطة هامة أن حتى في القضايا التي تمثل تحديات أمن قومي مصري خاصة ربما لها طابع خاص ككثير من الملفات، منها ليبيا على سبيل المثال، كانت الإمارات حاضرة مع مصر في كافة الملفات، وبالتالي أيضا مصر حاضرة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن كل الدعم لدولة الإمارات في اتخاذ كافة الوسائل من أجلها أو بهدف الرد على الاعتداءات الإرهابية الممنهجة عليها في الأيام الأخيرة. نعم، في سياق ذكرك أستاذة هند لمسألة القضية الليبية، هناك تطابق في وجهات النظر بين البلدين فيما يخص الملفات الإقليمية والسياسية، يعني ملامح هذه المطابقات؟ أولا مواجهة الإرهاب، يعني الملفات أو تم الاتفاق على مواجهة الإرهاب منع وجود أي مرتزقة لأي دولة تمثل مصالح إقليمية غير عربية أو أوروبية أو غربية أو من الدول الكبار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة أيضا إلى استعادة الدولة الوطنية في كل الدول العربية، سواء كانت في العراق، في ليبيا، في السودان، في تونس، في غيرها من الدول التي تعاني ما زالت من الإرهاب في اليمن وما يفرض على هذه الدولة من تحديات كبيرة. وبالتالي أعتقد أن في هذه المرحلة تحديدا الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير بالتوازي في كافة دوائر الأمن القومي المصري بشكل أساسي، سواء كان الأمن القومي يتعلق بشمال إفريقيا وبالتحديات التي تفرضها دول الساحل والصحراء الآن على الأمن الإفريقي، سواء كانت في دول الشام وما يتعرض له أمن الشام الآن من تحديات كبيرة، بالإضافة أيضا إلى الدائرة الأهم لمصر وهي دائرة الخليج وكذلك الحضور المصري. يعني تشكيل هذه الدوائر وزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى القاهرة، ومن قبله الرئيس قيس سعيد، والآن الرئيس المصري في الإمارات، ومن قبله مع ولي عهد السعودية، كل هذه الأمور تعطي رسائل هامة جدا إلى الدول الكبار التي تصيغ الآن استراتيجياتها تطابقا مع تغيير موازين القوى في العالم، أن الصف العربي واحد ومتماسك وقادر على مواجهة التحديات القادمة. الكاتبة الصحفية هند الضاوي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.